عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. احلى كومنتات على الفيديو اللي فات، والنهارده الفيديو عن ميك اب سهل وسريع وبمنتجات قليله ويطلع شكله حلو على البشره. بس انا النهارده مش لوحدي، معايا ثلاثه يوتيوبرز شاطرين جدا جدا، هما آية ومها وجهاد. الثلاثه هيعملوا لكم فيديو زي ده بالظبط، فيديو عن الميك اب باقل تكلفه او يكون مش مكلف كتير وبرده يطلع شكله حلو على البشره. واول حد هو الجميله آية. آية منصور طبعا مش اول تعاون معاها، انا بحبها جدا جدا، بحب فيديوهاتها جدا جدا، فلازم تروحوا تشوفوا الفيديو بتاعها. تاني يوتيوبر معانا هي الجميله مها. مها دي من اكتر البنات العسوله والهاديه اللي ممكن تتفرجوا عليها، بتعمل فيديوهات حلوه جدا، فروحوا اتفرجوا على الفيديو بتاعها. تالت يوتيوبر من اليوتيوبرز الجمال اللي معايا هي جهاد. وجهاد انا اول مره اعمل معاها تعاون، ان شاء الله مش اخر مره، لانها بنت زي العسل وانا حبيت التشانل عندها جدا جدا. هسيب لكم لينكات آية ومها وجهاد في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف تحت الفيديو، علشان تروحوا تشوفوا الفيديوهات بتاعتهم وتقولوا لهم ان انتوا جيتوا من عندي. وكمان يا اهلا وسهلا بكل اللي جايين من عند آية ومها وجهاد، نورتوا التشانل عندي. واكيد ما تنسوش لو انت اول مره بتشوفوني تعملوا سبسكرايب للتشانل وتفعلوا زر الجرس بعدها عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. واكيد في اخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك، وما تنسوش تسيبوا الكومنتات بتاعتكم في الكومنتس تحت عشان احلى كومنتات على الفيديو ده احطها في الفيديو الجاي. ودلوقتي بقى خلينا نبدا في الميك اب. بما ان ده ميك اب اقتصادي ومش عايزين نجيب منتجات كتير وحاجات كتير ونستعملها، فمش هنحط ولا برايمر ولا كوريكتور على البشره، هنبتدي على طول بالفاونديشن. ممكن انت لو مش بتحبي الفاونديشن او بشرتك ما فيهاش عيوب كتير، ممكن ان انت تعملي سكيب للخطوه دي وما تستعمليش فاونديشن اصلا. الحلو في الفاونديشن ده ان هو فاونديشن وكونسيلر مع بعض، فده معناه ان هو 2 in 1، فاحنا مش هنجيب كونسيلر، احنا بس هنستعمل ده سواء كفاونديشن او ككونسيلر. ده من ماركه جوردانا، سعره 120 جنيه تقريبا او 125 جنيه او 130 جنيه في الحدود دي. 130 جنيه على فاونديشن وكونسيلر ده حلو جدا. خدوا بالكم بس ان انتوا تستعملوا منه كميه قليله، لان هو فول كفر جدا، الكفر بتاعه عالي كمان، هو دمجه مش هياخد معاكي وقت كتير، بيندمج بسرعه يعني. ما تنسوش بس ان انتوا تحطوا شويه على رقبتكم لو رقبتكم باينه. هرجع لنفس البرودكت وهستعمله على بيوتي بلندر علشان احطه ككونسيلر. شايفين ازاي ادى نور تحت العين؟ حتى لو مغطاش الهالات قوي بس ادى نور حلو جدا تحت العين، وبيعكس النور اكتر من ان هو بيداري الهالات. الدرجه اللي انا بستعملها دي هي 03 جولدن بيس، هو نفسه اللي استعملته للعين كبرايمر للعين، علشان ما نبقاش يعني بنجيب منتجات ونزود على نفسنا، هنستعمله هو للعين. وكمان همشي بس على البشره شويه عشان لو البرش ثابت خطوط على البشره تندمج بالبيوتي بلند. كده تكون اول خطوه في الميك اب بتاعنا النهارده خلصت، هو الفاونديشن والكونسيلر. خلينا بقى نثبت الكونسيلر اللي تحت عين. اللوز باودر دي من اماندا، اسمها نود لوك، دي رقمها 04 ترانسلوسنت. طبعا دي مشهوره ان هي حلوه جدا، بس عيبها الوحيد ان هي بتطلع كتير قوي في العلبه من هنا، فملهاش حاجه نقفلها بيها ونطلع ساعه منعوز، هو ده بس عيبها الوحيد. انا بس على فرشه صغيره هاخد حبه قليلين قوي احطهم تحت العين. هو مش بيحتاج على فكره الفاونديشن ده تثبيت، بس انا هثبته عشان انا حطاه ككونسيلر تحت عين. يعني هو ناشف اساسه، مش ميه، فناشف مش بيحتاج ان انت تحطي باودر فوقيه على بشرتك، فممكن بس تثبتي عند النوز لو بتعرق عندك او بيطلع فيها زيوت، وتحت العين وكمان فوق العين عشان يبقى بيز للاي شادو. وخلونا نكمل في الفيس وبعدين ننتقل للعيون. هعمل باليت كونتور وهايلايت من لونا، بس هما دلوقتي غيروا شكلها، غيروا الباكج بتاعها، هحط لكم صورتها الجديده هنا. وهنعمل بس كونتور شويه للبشره عشان ما تبقاش كلها نفس اللون. دي لو ما حطيتيش اصلا فاونديشن مش هتحتاجي الخطوه بتاعت الكونتور دي، لان بشرتك هتبقى على لونها الطبيعي. هرجع لنفس الباليت وهحط الهايلايت بس بعد ما اكون حطيت البلاشر. البلاشر ده من سيبيل رقمه 6، لحد دلوقتي مش لاقيه واحد ثابت زي بتاع سيبيل عشان اقول لكم عليه. نسيت اقول لكم سعر الباودر، انا كنت جايباها تقريبا ب 85 جنيه، والبلاش بتاع سيبيل تقريبا هو ب 55 جنيه. ودلوقتي هرجع للباليت دي وهستعمل الهايلايت منها.
هحطه بصباع عشان ما نستعملش فرش كتير. الباليت دي كان سعرها تقريبا حاجة و80 جنيه، 84 جنيه، ممكن تكون غليت شوية بس هي كانت اقل من 100. ودلوقتي نكون خلصنا كل حاجة في الفيس وهنروح نعمل الحواجب. ارخص واحلى مسكرة للحواجب هي بتاعت ايسنس، دي كانت ب65 جنيه، حلوة جدا جدا. فيها درجتين، في درجة افتح من دي ودي الدرجة الغامقة عشان انا شعري لونه بني غامق. المسكرة دي فيها زي فايبرز بتخلي شعر الحواجب يبان اكسف ولونها يبان اغمق، ده غير كمان ان هي بتثبت شعر الحواجب في مكانه، لان انا شعر حواجبي طويل فبيفضل يطلع وينزل كده مع الهواء، فدي بحبها عشان بتثبت شعر حواجبي. وكمان انتوا لما بتحطوها بتحسوا ان شعر حواجبكم او الحاجب بقى اكسف، ده الفرق بين وانا حطاها وانا مش حطاها. فدي الصراحة انا بحبها جدا، مع ان هي رخيصة بس احسن من مسكرات حواجب كتير اغلى. دلوقتي بقى عايزين ندي لون شوية لجفن العين، هنرجع نفس الباليت بتاعت الكونتور والهايلايت بتاعت لونا وهنستعملها كاي شادو. هاخد لون الكونتور على فرشة دمج صغيرة وهحطه على كسرة العين او على الكريس. كمان بلون الكونتور هحاول انزل شوية على الجفن المتحرك. ودلوقتي هاخد بصباعي اللون الهايلايت وهحطه على نص الجفن المتحرك. وبكده نكون ادينا نور وشكل للعين وحطينا اي شادو، واحنا اصلا ما جبناش باليت اي شادو. هعمل نفس الموضوع في العين التانية، احط لون الكونتور على الكريس او على كسرة العين وهنزله شوية على الجفن المتحرك، وبعدين هاخد الهايلايت وانور نص الجفن المتحرك. دلوقتي نيجي للمسكرة، واكتر حاجة بتحلي الميك اب هي المسكرة. انا هقول لكم على دي من ايسنس، دي احلى مسكرة استعملتها في حياتي وارخص مسكرة استعملتها في حياتي. لا هي مش ارخص واحدة بس هي رخيصة، تقريبا في حدود 80 جنيه او اقل كمان ب75. المسكرة دي بتدي كثافة، بتدي طول، بتدي لون اسود، بجد حلوة جدا جدا، وكمان بتتني رموش على فوق. ده شكل الفرشة بتاعتها، وخدوا بالكو ان في نوعين منها، في نوع من هنا بدل البينك ده في لون اورنج، فالتانية الفرشة بتاعتها مش معوجة. دايما وانتوا بتحطوا المسكرة ان انتوا توصلوا للرموش من جوه على قد ما تقدروا على خط الرموش علشان يبان الرموش اكسف. شوفوا ده بس وان كوت من المسكرة دي، انا حطيت هنا على رموشي وان كوت وهنا ما حطيتش، عايزاكم تشوفوا قد ايه هي مخليه الرموش شكلها حلو جدا. وعايزه اقول لكم ان العلبه دي يعني بقالها كتير عندي، يعني كمان هي خلاص قربت تخلص العلبه، فكمان هي كده مش جديده، فلما كانت جديده كمان كانت احلى من كده. لو انتوا لسه بتشوفوا الفيديو لحد دلوقتي اكتبوا لي السيم الرسمي بتاعنا تحت في الكومنت هو كلمه نورنا، ده السيم اللي انا قلته لكم في فيديو مفاجاه ال50,000 الفيديو اللي فات. لو ما حدش شافه لازم تروحوا تشوفوا الفيديو ده لانه في مفاجآت كتير. وانا دلوقتي هستعمل قلم الكحل ده من اماندا، هو قلم لونه اسود، ده حلو جدا، هو ماتيك اوتوماتيك كده بيطلع مش بيتبري، وده حلو فيه جدا. وكمان من الناحية التانية القلم ده فيه براية صغنونة كده، حاول اوريها لكم، براية لونها اسود صغنن كده علشان تبري طرف القلم لو انت عايزة ترسمي بيه ايلاينر. انا حطيت منه على خفيف بس في العين دي، هحط برضو في العين دي، حلو ثابت ولونه اسود وما بيسحش، حبيته جدا رغم ان هو رخيص، فانت لو بتحبي الكحل الاسود هتحبي ده جدا. كمان الحلو فيه ان هو ناعم على العين ومش بيحسس العين، هو رخيص وحلو جدا جدا لو انت عايزه كحل اسود او بتحبي الكحل الاسود. وعلى فكره الكحل الاسود لما بتحطيه في الميك اب بيبان كانك حاطه يعني شغاله على الميك اب بتاعك، وانت اصلا ما بتبقيش حطيتي ميك اب كتير. واخر خطوه خالص في الميك اب هو الليبستيك. انا هستعمل ده من سيبيل، رقمه 127، حلو جدا، هو على نود. الحلو فيه ان هو كريمي وناعم وثابت والوانه كتير جدا، وكمان رخيص، كان سعره تقريبا حاجة و50 جنيه، 52 او 55 حاجة كده. ده اللون بتاعه هو على موف بينك نيوت كده، لونه حلو جدا وثابت جدا جدا جدا، مش بيتمسح يعني حتى لو كلتي وشربتي مش بيتمسح بسهولة. وبس كده، هو ده كان الميك اب بتاع النهاردة اللي هو كان تحدي بيني وبين آية ومها وجهاد. احنا اتحدينا بعض مين اللي هيعمل ميك اب اقتصادي اكتر ويكون موفر وكمان يكون شكله حلو. فانتوا روحوا شوفوا الفيديوهات بتاعتهم و
تختاروا انتوا في الاخر مين اللي حط ميك اب احلى، مع ان انا واثقه ان هم هيحطوا ميك اب حلو جدا جدا جدا. يا رب يا رب ما اخسرش في التحدي ده، ان شاء الله يكون الميك اب عجبكم والفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وكمان الشير والكومنت عشان احط لكم احلى كومنتات في الفيديو الجاي. اشوفكم على خير يا احسن مشاهدين في الدنيا. سلام.